الكلمة للسيد النائب المحترم السيد حسن البيهي عن فريق الاستقلال الاستقلالي الوحدة والتعاونية في حدود 6 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سادة الوزراء، سيدات والسادة النواب المحترمون، سيد الرئيس، في نفس سياق مساهمة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أتناول الكلمة بخصوص قطاعات الماء واللوجستيك والسكنة بعدما وقف على العديد من الإكراهات والتحديات التي تواجه هذه القطاعات الاستراتيجية. ففيما يخص قطاع الماء، نعتبر أن الملاحظات التي جاء بها التقرير تترجم حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق السياسة القطاعية من أجل معالجة الاختلالات والتجاوزات الجسيمة الملقاة على عاتق والتجاوزات والمشاكل المطروحة لربح رهانات التحديات المتعلقة بتعبئة الموارد المائية وتثمينها والحفاظ عليها، ما دام المغرب يعد من الدول التي تعاني من نقص المياه بسبب التغيرات المناخية، مما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على حياة المواطنين بعدما انخفض نصيب الفرد من الماء إلى أقل من 60 متر مكعب سنويا، بينما بعض المناطق لا تتجاوز فيها نصيب الفرد من الماء 360 متر مكعب في الوقت الذي يقدر فيه المعدل العالمي ب 1000 متر مكعب، في ظل عدم تنزيل الاستراتيجية لتطوير قطاع الماء منذ 2009 والتي تضمنت إنجاز 57 سدا كبيرا خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2030، لم يتم إنجاز إلا 9 سدود منها لحد الآن، في الوقت الذي كان من المفروض الانتهاء من إنجاز هذه السدود سنة 2020، الأمر الذي انعكس سلبا على الموارد المائية والذي أضحى معه يهدد الأمن المائي والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يقتضي ذلك من اعتبار مشكل المياه من بين المشاكل المستعجلة التي ينبغي معالجتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. فيما يخص تدبير السياسات العمومية والقطاعية، كما كشف عن ذلك النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى إصلاح القطاع وتعزيز الشفافية بشأن تكلفة الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها بدءا من تجميعها إلى غاية توزيعها، ذلك من خلال فك ارتباط المائي بين الطاقة والماء في إطار إصلاح عميق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتمثل في استقلال القطاعين، بما يقتضي ذلك من تصور متعدد الأبعاد لإيجاد بدائل حقيقية تضمن الأمن المائي على مستوى الماء الشرب ومياه السقي، سواء من حيث تعميمه ليشمل جميع المواطنين من حيث فاتورته التي يجب أن تكون في مستوى القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المغاربة، ومن حيث الجودة المطلوبة في ظل المشاكل المطروحة بالنسبة للصرف الصحي، وما تتطلبه عملية إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من تدابير مواكبة متعددة الأبعاد في إطار البرنامج الوطني لتطهير السائل المندمج، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والنهوض بسياسة السدود الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتلية باعتبارها دعامة أساسية لاستثمار التساقطات المطرية، وكذلك تحقيق النجاعة الفلاحية بالنسبة للزراعات المستنزفة للمياه وغير المرتبطة بالمواد الأساسية والاكتفاء الذاتي الغذائي، وكذلك تسريع وضمان وتوزيع بنيوي متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه، ومعالجة ظاهرة التوحل وغيرها من الإشكالات المطروحة. السيد الرئيس، كما وقف التقرير على مجموعة من النقائص التي تحول دون تمكين مجال لوجيستيك من تقديم الخدمات المنوطة به على الوجه المطلوب، رغم ما يتوفر عليه المغرب من مؤهلات الكفيلة بضمان اندماجه في سلاسل القيمة اللوجستيكية الدولية في ظل تعثر تنزيل استراتيجية اللوجستيكية الوطنية 2010-2030، حيث لم يتجاوز مستوى التنزيل 14% ليظل مؤشر القيمة المضافة المباشرة لخدمات اللوجستيك في حدود 2% فقط من الناتج الداخلي الخام، بدل 5.4% كما كان متوقعا منذ سنة 2015، بالإضافة إلى الفراغ القانوني الكفيل بتأطير الأنشطة اللوجستيكية
وكذا ضعف الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتعبئة الموارد المالية اللازمة وإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار التعامل والتعاون والتكامل المنشودين. وهذا يعني ضرورة القيام بإصلاح شامل لهذا المجال في إطار مقاربة تشاركية بأبعاده القانونية والتنظيمية والإدارية باعتبار شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يقتضي ذلك من إعادة هيكلة هذا المجال وتحديثه بشكل يصبح معه قادرا على تحسين أدائه وتخفيض تكاليفه وتعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة الخدمات المرتبطة بالتخزين والنقل والتوصيل من المنشأ إلى المقصد، وتوسيع المجال الترابي للنقل السككي حتى يصبح الدعامة الأساسية لعملية تعدد وسائل التنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي، ما دام إصلاح هذا المجال كل لا يتجزأ، سواء تعلق الأمر بالنقل الطرقي للمسافرين أو البضائع أو النقل الدولي أو الداخلي أو السياحي أو النقل الجوي وكذلك النقل السككي، بما يضمن الالتقائية والنجاعة والفعالية والتكامل في تدبير السياسات العمومية مرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي. سيد الرئيس، بخصوص تدخلات الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، وقف التقرير عند مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تواجه تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه السياسة السكنية ومحدودية البرامج المعتمدة للقضاء على هذه الظاهرة بما فيها برنامج. شكرا سيد نائب، انتهى التوقيت.